صباح الجمال، صباح الفل، صباح الامل. ده امل كبير صدقني للامهات يا استاذ محمود، ده انت مش عارف انتم مفرحين ناس قد ايه دلوقتي. والله انا شخصيا سعيد جدا بان الحضرات بدات تشتغل، وان الحضرات بدات تلتزم بالاجراءات الاحترازيه اللي معالي الوزير كانت مهتمه جدا ان هي تفتحها بشكل سريع وبشكل منظم وبشكل يضمن سلامه الابناء وطمانينه الاسر. ده بالظبط اللي عاوز اسال حضرتك عنه، سلامه الاطفال اللي في الحضانات، ايه الاشتراطات اللي اتحطت على الحضانات؟ واشمعنى 505 حضانه؟ يعني يقول لي هل دي مرحله اولى مثلا؟ هو مبدئيا 505 حضانه دول الحضانات اللي اقرت بالاجراءات الاحترازيه ومضت على الاقرار الموقع في الاداره الاجتماعيه، وده اللي الوزاره عملته. من خلال مجموعه من الاشتراطات والاجراءات الاحترازيه هم 15 اجراء احترازي، هقول منهم جزء بسيط علشان الوقت بتاع حضرتك. اول حاجه وجود شخص مؤهل ومدرب على اساليب مكافحه العدوى. ثاني حاجه ان بخفض نسبه عدد الاطفال الى نسبه 50% من السعه الاستعاديه للحضانه، يعني لو الحضانه قوه الاستعاديه 100 انا بستعد 50 فصل غير. ثالث حاجه ان الحضانه بتلتزم بتوفير كاشف حراري لقياس حراره العاملين والاطفال بالحضانه يوميا. رابع حاجه بيمنع استخدام الالعاب الصعبه تعقيدا مثل الالعاب المصنوعه من الاقمشه والاوراق واوراق التلوين. يلزم خلع الاحذيه عن باب الحضانه للاطفال والعاملين. عدم السماح للاسر للدخول داخل الحضانه. الحد من الانشطه التي تتطلب مشاركه مجموعه كبيره من الاطفال. ضروره تخصيص، وده مهمه جدا، غرفه عزل طبي في حاله حدوث اي اصابه للطفل او العامل. في حاله ظهور اي حاله في الحضانه يتم الاخلاء فورا وتعقيمها واغلاقها لمده اسبوع. بتراقب الحضانه من خلال متابعه مستمره من قبل الوزاره ومن قبل المديريات الاجتماعيه ومديريات النظام الاجتماعي في المحافظات. طيب انا شايفه اللي حضرتك بتقوله ده اشتراطات طويله وفيها تفاصيل، يعني ممكن نقول كده ببساطه ان اللي يقدر يطبقها هي الحضانات التابعه لوزاره التضامن لانها ملزمه بتنفيذ قرارات الوزاره، لكن الحضانات الخاصه هل في تجاوب؟ هل الحضانات اللي اتفتحت جزء منها حضانات خاصه ولا كلها حضانات تابعه للوزاره؟ والله يعني نسبة الحضانات اللي فتحت الخاصة بوزارة التضامن، أولا وزارة التضامن متشرفة على جميع الحضانات. طبعا. وفي حضانات بتبقى معالة من قبل الوزارة، وفي حضانات بتبقى خاصة للأشخاص. نسبة 90% من الحضانات اللي التزمت هي الحضانات اللي تابعة وزارة التضامن الاجتماعي والوزارة بتدعمها. 10% من الحضانات الخاصة بدأت تتجاوب معانا وبدأوا يحطوا الإجراءات الاشتراطية والإجراءات الاحترازية علشان الفتح. طيب. وزي ما قلت لحضرتك في البدايه ان في 505 حضانه تم فتحهم بالفعل في 21 محافظه، ودول اللي سجلوا بالفعل، وبدات فرق عمل من الوزاره تنزل تم عمليه الرقابه والمتابعه المستمره عليهم، والمؤشرات الاوليه قالت ان النسب نجاح الحمد لله رب العالمين، وصلت حوالي 98%. في تحدي بس قصادكم كده يا استاذ محمود، هو انه طيب ازاي الحضانه هتخفض العدد ل 50%؟ هتعمل ايه؟ يعني في تحدي انه ازاي الحضانه هتخفض العدد ل 50%؟ دول اطفال مقيدين في الحضانه وبطبيعه الحال كلهم عايزين يرجعوا. هو في الحقيقه ان نسبه ال 50% ديت هي نسبه كنا حاطينها كشرط مبدئي لحد ما نشوف التجربه هتسفر على ايه، لكن معالي الوزيره كنت في القاء معاها الاسبوع اللي فات وقالت ان احنا ممكن نرفع النسبه الى 75% بناء على المؤشرات اللي تمت واللي اترفضت من قبل الساده الزملاء اللي نزلوا راقبوا وفتشوا على الحضانات. استاذ محمود، يعني فرصه انه حضرتك معانا نسالك عن الحضانات الغير مرخصه، الشقق اللي فيها حضانات واللي اذا تم التواصل معاكم مع الوزاره للابلاغ عن حضانه بالوضع ده او بالحاله دي، ايه الاجراء اللي بيحصل معاه؟ بتغلق فورا يا فندم. الحضانه الغير مرخصه بتغلق فورا بالاتفاق مع وزاره التنميه وزاره التنميه المحليه. اخيرا، اذا حضرتك راقبت على حضانه وكانت غير ملتزمه بالاجراءات، ايه الاجراء اللي بيتبع؟ بننبه عليهم ان هم ده انذار اول. لو في جزء من الاجراءات الاحترازيه ما اتطبقتش ده انذار اول، وفي خلال يوم 24 ساعه لو ما تعدلش ووفى الاوضاع بتغلق الحضانه لمده اسبوع لحين توقيع الاوضاع مره اخرى.
بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن. إذن الحضانات بترجع تدريجيا، حضانات وزارة التضامن كإجراء أولي بترجع للعمل، ثم الحضانات الخاصة بالتأكيد الالتزام بال 15 شرط. أنا عارفة أنهم فيهم اشتراطات مكلفة للحضانة، لكن نتمنى أنها ما تبقاش بتنعكس كمان على تكلفة زيادة بالذات في الحضانات الخاصة، لأنها أصلا يعني عبء على ميزانية الأسرة بطبيعة الحال، لكن اشتراطات ممكنة التطبيق. يفضل السؤال بتاع 50% وبقية الأطفال نوديهم فين؟ أستاذ محمود جاوبنا في هذا الشأن بأنه ممكن رفع النسبة في فترة قريبة.